إذن تواجد اليوم بثانوية بوسحابة بدراريا هو للإعلان الرسمي عن انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة 2021، وهي المحطة الثالثة لمحطة الامتحانات المدرسية الرسمية لهذه السنة الدراسية 2020-2021، وهي جاءت وفق رزنامة التواريخ المعلن عليها. كل وسائل البشرية والمادية متوفرة والحمد لله للسير الحسن لهذه الامتحانات، وكذلك ما تعلق بالجانب الوقائي الصحي فلقد تم توفير كل المستلزمات التي يستلزمها تطبيق البروتوكول الصحي